هدف غير متوقع بالمرة، هدف غير متوقع بالمرة. ونحن نتحدث عن هذا الفريق كما قلت مساره كان صاروخي على مستوى الصعود من القسم الثالث للقسم الثاني للقسم الأول، يعني كل سنة خدها في كل قسم، يعني ويكون إما من الأول أو ثاني وغالبا ما يكون يحت الصف الأول. اليوم كان صاروخي في تسجيله لهذا الهدف، الهدف الذي أتى بطريقة لن أقول فقط غريبة، ولكن أتى من خلال هذه الكرة التي غلطت الجميع وحتى الحارس لتكون في المرة من خلال تصفع كورتو مميز. جول جول، الهدف الأول. البدايات تكون بهذه الطريقة كما قلت، كانت مجرد ضربة عرض، الآن يجي الهدف، الآن تجي البداية الحقيقية في المقابلة. هذه الجماهير تنتعش 1-1 في الخمس دقائق الأولى، مباراة من نار، سيناريو رهيب، سيناريو غير متوقع نشاهده هنا بمدينة الدار البيضاء. طريقة التمرير شاهدوا كرة جانبية، مشيت لعبد الطيب نصير، جاي وصلها حضر كورتو، ما تسرعش، ما